السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن تحدي الماب احضر البخاخ، هالمرة مع عبد الرحمن صاحبنا حبيب قلبنا اللي دائما متلقوا دائما أول تعليقات موجود، دائما بأول بسوس، دائما في كل مكان. الله يسعدك يا رب، تطلع تسعدني يا عبد الرحمن. يا عبودي شلونك؟ هلا هلا، أهلا وسهلا. أهلا يسلمك يا رب. يا عبودي، القواعد اللعبة هي إنه أتوقع إنك تعرفها وشفت الفيديوهات، فراح نشرحها بشكل سريع للي عم يشوف أول مرة. نحكي لكم عليها، كل ما هنالك وراح يختار بخاخ وراح يبخه هون بالطرف الثاني وانا بالطرف الثاني. المهم بعد ما يختار البخاخ يبخه يبعث صورته على انستغرام، يعني ما بقدر اروح على طرفه حتى يكون في مصداقيه بالحديث. هي اولا، وبعدين حيصير نسال بعضنا اسئله، وعلى الاسئله راح نكسر الصور، والسؤال هو يساله مثلا انا اساله، والسؤال انا بساله ما يساله يساله، وهيك ونشوف مين راح يحزر البخاخ الثاني ونكون دقيقين ان شاء الله. يلا يا عبود، ايش هو تختار؟ حجر رقم خاص نقص بس حجر صارتك. يلا جو. اوكي ليتس جو. ايش نختار؟ ايش نختار؟ عطيني هاي، والله ما بعرف اني نوع نختار. اوه كلكم هي اكيد عندي اياها بس هنا. تمام يا عبد الرحمن، انا جاهز. اوكي دقيقة. اوكي تمام، انا همين جاهز. تمام، السؤال الاول عندي انثى. انثى، نايس. هاي نبلش من هون، هذا ذكر، هذا ذكر، هذا ممكن، هذا ذكر. فين بلش من هون؟ هذا ذكر، هذا ذكر، لا ما ذكر. اي بنت، 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 بنت. هاي هلا الشفايف ينعدوا مع الانثى. نعم هاي القطة انثى، انثى، على هون في انثى وفي ذكر، ما نقدر. هذا ذكر، هذا ذكر، دجاجة ذكر، لك ميكروفون هذا الموضوع. هاي بوش، لا ذكر لا أنثى. الكلب ما ينعد، القطة ما بعرف. هلا هذا عنكبوت، اللام أكيد لا، الذئب أكيد لا، هذا أكيد لا، هذا أكيد لا، مارشميلو لا، هذا لا، هذا لا، هذا ذكر كمان، هذا ذكر، هذا بابا ذكر، لو ثلاثة ذكر أساسا. تمام أنا جاهز. أوكي سؤالي هو، هل البخار سكين؟ استنى شوي، maybe yes maybe no. سكن سكن، خيو نقدر نقول سكن عنه. اوكي وبس خلص كمل. طيب السؤالي انا، دوري بقى ندور. اسمع السؤال هو، هل اطراف الشخصية الظاهرين بالصورة؟ اي اطراف يعني ظاهر، ايديها او اجريها ظاهرة؟ ايه لكن مو كلهم ظاهرات، بس مو كلهم. يعني نص، يعني ايديه او اجري. نعم والله ما فيهم. اتوقع هذول الثلاثين، هذا موجود هون، شفت اكيد غلط. هلا هي بس وجهها غلط، هاي هون اساسا سمكه بدون راس. تمام خالص، ما كسرنا كثير. اوكي سؤال غلط، بس السؤال اسأل، هل السكن نزل بالباتل باس؟ يمكن نزل، بس يمكن ايه نزل بالباتل باس. اوكي هذا اللي عارفه. اوكي تمام دوري. اوكي هل الشخصيه ماسكه شيء في ايدها؟ نعم ماسكه شيء في ايدها. حلو، والله ما ماسكه شيء، هي ما ماسكه شيء، هي ماسكه، هي مو
تمام خلصت. اوكي خلصت؟ يلا عندك نص صور، 9 صور. شكلها 10 مرة. هل السكين ايه يكتب شيء على رأسه؟ لابس شيء على رأسه؟ لابس شيء على رأسه. ثواني اتأكد الصورة بشكل ادق. هل هذه نعد انه شيء؟ ما اتوقع. لا ها؟ لا هل هذه استنى شو بسبب اتأكد على شيء؟ لا ما في شيء. ما مو لابس شيء على رأسه. لا مو لابس شيء. ايش صار معك عبودة؟ اوكي اعتقد خلص. خلص سؤالي، هل الشخصية أوكي. تبعتك ماسكة سلاح في ايدها؟ يعني سلاح نعم. عصاية او سلاح او اي شيء كان او سهم او اي شيء نعم. او ماسك نعم. يعني. هي اكيد لا، هي اكيد لا، وهي اكيد لا، وهي اكيد لا. خلصت. صافي عندك 5 صور. يا الله. اوكي بس ما تخليش صار سؤال التخمين. اوكي دم 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 دم. سؤال لحظة هلا اختار لك سؤال مضبوط. حاسس انه هاي الصورة. حاسس انا هاي الصورة. شوف حاسس هيك، حاسس احساس هيك بقلي هاي الصورة. هل الشخصية انسان؟ هلا هون الجواب ما بقدر اجاوبك عليه بشكل خاص. يعني هو ك شغلات الموجودة بالإنسان إيه، بس في اختلاف بسيط عن إنسان. مو إنسان إنسان يعني تقدر تقول إيه يعني مو إيه في إنسان هو يعني إيه في إنسان، بس ممكن تقول في تعديلات جينية بالموضوع مغير فيها شوي شغلات. هلا نحن عنا 1 2 3 4 5 صور. بدنا نسأل سؤال بحيث نختصر 3 صور. اوكي كملت. كملت. طيب حلو. بدي اخمن تخمين يا عبود. اوكي اقول لك لا ما راح اخمن، بدي اسال. هل يوجد لون بنفسجي او زهري بهالدرجة الالوان هي بالصورة؟ بنفسجي او زهري يوجد، لكن قليل قليل جدا. يكاد يلاحظ. يكاد يلاحظ؟ نعم. عجيب يا لاد، ما في اكيد. بنفسجي. مو بنفسجي ما في. الله فيها بنفسجي اكيد. وين ما فيها بنفسجي. ايه تمام خلصت. اوكي هل للشخصية لحية؟ لها لحية؟ والله سؤالك قوي. هلا اكيد لها ذقن بس لحية لا. ما لها لحية. ليش اين سكن له لحية مثل السكنات؟ هذا الوحيد. اوكي كمل. حلو. بدي اخمن هالمرة لاني حاسس انه عرفته. اوكي العمود بالاول، الثاني على اليمين، ثالث صورة من فوق. بس اللي اختاريت امبارح عم المسدس اللي بدي ماسك المسدس تبعت سوزان السادس او الخامس هيك شيء. خطأ. لا خسرت قلبي. معناته ما ضل غير هذا. يلا اسأل. اوكي
هل الشخصية نزلت من السيزون الثامن؟ السيزون الثامن أول بقى إيش اللي كان السيزون الثامن؟ أنا شفت فيت السيزون الثامن ثلاثة كابتن أوكي شوف منو ذكر هلا هي من شخصية السوزن إيه بس السيزون الثامن ومن السيزون الثامن ما بس ثواني أدور عليه بالإنترنت نعم هي من السيزون الثامن هي اساسا بغير شخصيتين موجودة بس لازم تكمل بكل الصورة لا ما اعرف عندك انا عرفت عرفت خلص انا كمان ضل عندي وردات يعني اذا طلعت صح صح ماشي شايل لك صورتك انا صرت اوكي تمام صورتك هي اللي اول وحده من فوق على الزاويه ايدك اليمين هذا اللي شادد الدب اللي البطريق شادد الخط صح خطأ طيب انا خسرت انت حتى صورتك انا اقول لك يا صورتي السطر اللي بالنص ثاني واحدة السطر اللي بالنص اين السطر السطر اللي بالنص انه مو سبعة اللي بالنص الرابع السطر الرابع ثاني واحدة عاد اللي فوق الموزة نعم ليش الموز بالسوزن الثامن؟ نعم بعد شلون؟ ما حدا فرق بس اعتبرها نقطة لا لا طب ليش تكسرت هاي بالزاوية من تحت؟ وبما انه طلعت نتيجة تعادل وكانت نتيجة غير متوقعة فاطلب منكم طلب بسيط جدا انه وصلنا لهي اللحظة انتم حسب الاسئلة انا سألتها لعبد الرحمن شو برأيكم شو توقعاتكم شو هي الصورة الصحيحة اللي كانت محطوطة بالخلفية؟ هاي اولا ثانيا حاب اسالكم هلا انتم هتشوفوني انا عم بحكي لانه هالتسجيل الصوتي غير الصوره غير اللي كنت انا عم بحكي بالفيديو شو توقعاتكم كنت انا عم بحكي بالفيديو كمان والشيء الثالث حاب اقول لكم اياه اول مره عملت تحدي بالباتل رويال وعملت تحدي اني العب طبعا هو ما كنت العب انا سولو بس ولكن نزل معي شخص فهو ما كان بيعرف يلعب ولعبوها يعني صرت جديد باللعبه فاعتبرت انه دو سولو بس ولكن التحدي مو هو التحدي كان اني انا العب والسماعة مقلوبة اني اسمع بالعكس طبعا مع اضافة انه لازم اطفي نظام الخرسانية اللي هي نظام الاشارة وانا اساسا من دون نظام الاشارة لو حتى شغال وسمعان السماعة نظامي ما بعرف العب راح تشوفوا كمية ضحك خرافية افكره من اليمين هو من الشمال بقوم اتخبى بضرب الشوم من كان اطلع من الطرف اليسار بشوفه من الطرف اليمين شيء خرافي بجد انتظروني ان شاء الله بكره راح ينزل الساعه 6 مثل كل يوم وبس كون هون وصلنا لنهايه الفيديو لا تنسوا تحطنا لايك والاشتراك وصلنا لك اليوم فيديو جديد حلقه جديده الساعه 6 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته باي 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 مع السلامه على راسي لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وادفع على خدمه الجرس علشان يوصلك كل جديدنا